السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دواعي مركلة إيه برنامج كم عطاي أما هو أيو كم عطاي يا برنامج كسر إنسان علم نفسي راح ساعه سد قتدر لو راح تلاقي حد بقى ده بدل مهم كوا شعب كيدات كسر ماليات وحنا ما أنت برنامج كنا كم عطاي كجاهد للدولة عدالة ده وحنا سويدين دولة سوارها صوص عدا أما سوارها كم دين وام حي عدالة يا الله غرب علم عدالة فلو يا عدالة هرت كم قنتها أو أباها السيدة بقى أنت يا عدالة كبل عوانا الساعة ما حاجة هو سي كبل عوانا الساعة مش حاجة صار كبل عوانا الساعة سيدة عدالة اللي جو أمية يا سو جو أمية إدنا الله غفل يا إن عدالة فشو فشو سيدة أيت هاي هذا برنامج كن تاسي إن كلام وكسو قاعدين دونا وحكى لهم التراحي دونا ما هو كان كسو جبين دونا فرين تغلط كهر ويسو دريوري عبد المالك علدان أو سو أه وريو سوماليات أو كحيران حبسي سوماليلان إسلام أركان اللغو حكومي مدلبة سنة دودة سيدوك اللي يحب برنامشك إيضون أن ندك حسوسين دونا وريو شحيران عبد المالك رياهين لكن إجران وريو الفربدان أو حيران أو كمدي هاي بقر كبرتماع أو حيران أفر سنة دود ستاني بشي ديسمبر سنة كي لغادة كوري إسدح يتوانكي هو كحيران دالك إتوبيا لغاتان سنة دودنا اللغو حكومي ee waliba waliba wariye Cabdullaahi Muuse Kalgacal oo isaguna muddo bil ah xiran wax maxkamadana aan la soo horkeenin magaalada Muqdisho ku xiran intaas oo dhan ayaan hoolayna waxa kale barnaamijka ku soo qaadan doona faalleyn ama waxyaabo aad noogu soo gudbiyeen dadweynuhu ama daawadayaashu bogga Facebook aan ku leeyahay oo ay kaga doodayaan qodobada iminkan idin soo sheego barnaamijka ku saabsan yahay barnaamijku waxa martay igu ah ama weelada dhihin doona oo jooga martay ama dhihi kara maadaama uu yahay martay joogta ah oo ka mid ah baanalka barnaamijka ee joogtada Xasan Xeyle oo isagu aqbir dhinaca siyaasadda u doon dalaylay Xasan soo dhawow markan waa oo maasantar aamina oo mustaqbal kan yahay waxa kale gaata dadka barnaamij weynaan ka hadlayna ee Xasan maadaama isweydiinta aan dadweynaha waxa ka jiraan cadaalada aan u gelin cadaalad waa maxay بسم الله الرحمن الرحيم سؤال سهل بقى بعد ما حيطان سيدا فضد عداد وحلوية قانا وحي السنان او كجرتو وحي لو بترن او اسكو ماكنو عن دمع او الانين او سيدا ما كي يحتلف الى هاي سيدا وجود كو سمي اسكو لو بترن يحي او دمع خوضان الدنيا دو اما عالم كو ودعاي ان لكن الى سيب الى ما انت او ادوي ابوري والارض وضعها للامام السماء رفعها وضع الميزان ميزان كاس بانسك اه والى ادوي كسميه وحياته كسميه او حتى بك علماء اما حنقوان بك سوني كهدلا اما حنقوان بك مثلا سانس كقيس كهدلا اما بك كهدلا علم الاجتماعي الدنيا أو من واحد من الناس سيداس أو إله أو تردد إلى حتى وسيلة إله أو من يدستي أو خصوص إله أو صدر أما مد بشر جديد حتى أما وجود كل إله فساد أو إله قاب كوسة من إله حتى الكوجوت هذا اللي أنا أقصده وسمة أدوين أو إله وحيابها خيرات كأما أو مرت معروف أو إله أمره سينوش بلي أيام كأي أم قط مول ستيبل أما الدجنة شلة عدالة وحيابها إله كو أبدهم صلي كم تحي ولما ذا إلمي الإسلام كتقان أما شرع الإسلام كتقان وحيد هذا صلاة دمكات في جديد أمرك أو إله مسلمين تفري أو إن صلاة اللي أقيم الصلاة وأمر أو إله مبكر مؤمنين تا أو يدستي أحساسه كلمة إلهي يعني أحساسه إلهي أو يهم معبود أو أحساسه إبادة قفك تدرج يهم منك إسكالة إلهي وحبه آيك لو استعمال وقبها ربك ألا تعبده إلا إلهي هو حب آمي وقبان إلهي أو إلا يرعه وحبه وكسي عوسته عدالده أمر هذا أن أقسم إلى جبادهين ودك لا غرب صلاة قف مسلم كان واجب إلى كتاب الأبيه إله إنه كل عبد إلى واجب تاب الأبيه لا بد أن إحسان الله صلى إلى واجب تاب الأقسم إليه وأمر هذا كل ما بين وحلي هذا درجة كبر معه أيه وأمر هو
ودربا كوجي درب يعني افرادين كي كان وحال لقد دربا دك إن السيدة يلان وعد سيئ اللي يحي مسلمين تعالى على ربي أيه ورشاد هذا
يعني أيجو إكزامبل واحد عن واي مدام القرآن كي أو نوت المام إن هيونك أما بني آدم كأي واحد مخلوق أو إله كرامي أو كرامي دي سنة أو إله كل من ذي استو يعني ولقد كرمنا بني آدم يا كرامينا أو كرام كرامات أوليه لك مسلمين تعالوا خليني كرامات هيونك أما دينتي هيمانتك يعني أي أي يعني أي إكزامبل هذا بلدها مثلاً ما أنت أديه جو أو خيبات كمثلاً هذه أحداث في ذو وأيضا تصارع إن أن ودمني ذا اللي يحب يقول بكرن قفك حقوق ديسة أما عروض هذا أما الجنسية معناه بالتكرر وحك كل ما هذا أما حقوق ردم القوة كلا وأقصد منها إن أي حلقة بير صومرتي وحيبها صومن أيضا تصارع معناها واه وشكل مالها إنه يكون أمانين هنا يكون هرمالين شكل مالها لكن أيضا حال أكسون هاي قفت الكوية هذي يكون أكسان لها إنا أهادان بك تصارع لها أو مدوك أو دمدك معناها سيقود أول جيدي إنساس يعني يونك الله لغمه أو الاحترام وقفك درون كيسي شعور تيسي حقوق ديسي وحفي عني أهان لهم لكن ساد شكتي مريض مكو غلاء عن جارتة كيونيتي ميشن سكو إلمها إن أم وقتي بلا أمهي ويدي وقتي يحبرنا هايين أما مرشو يبس لهاين أن لغلبين أم أما أسكرا لغلبين أما شاكوين أسن تبرؤهم اللي يتصبين أو أنا أكسو إمهي مريض إنك ودماء أو أميهي أو أسو دماء كليهي كما أتكيه كما أتكيه مشو هذا القاعدة ما مشو هذا القاعدة لكن ودماء حيان سياد أهام كان يحكوا تمتع حقوق ما أقوله مثلاً الديمقراطية حريات كما أقوله وقوات كينا خوش كيف كل إسحاقين وقوات كينا ودماء أفريقيا كأسكار بفجاء جادا ما كنا وبدأ ما يسوق سومالي ما أسكتوا إن أسكار أسكار في حتى واحد برجع عنده هني كل وعندها كنا ظروفها سومالي وكله ما كان ظروف تجست سومالي كقصب يعني بينه أما هو أصلاً قاري كان بيني أما شق أصلاً كذا كان يعني لو كلفوا مريم كبير فاس كحد اللي مايو إن دير فاس ما قال إن بدوي ما بحية ها إلين حكم كافيين حكم مقالي كتير هذا أبي ظروف كلف في عقب كان إنه اللي بعتوين كاس جيستو مثلاً أدم أبين يعني حكم مساري كتير ما قال واحد بدوي ذا هذي ضل ودلاتك كل ده سنتهي دلاتين بأسون هذا المجتمع ما كلف يشوف حكينا إن إساس إساسيين حكوا حلا قصة بالله إن بداتها سمولها اكتمت ان احنا بدوي او حلاقه خبطه كل مشاكل كانت بالعمق انا كرامها اهاتو انا الناس مش قسنها اهاتو اما ابيوس كلها اهاتو ولا انا يعني سلكي وحي اهل الدوي ما كمان ابي هو قال ما يديان مثلا حب الام هانتي ولا ام هومرسن ودمدس او قال ما يعني ان دباتون كاس مالها اكتمت اي وقت قطان لكن بداتها ما كان بناك سو بحضه وذو إيه نقطه فنومنا أو برشيد بحجوه أي الموقع لنا المعوله يقول له أساس السبي أساس السبي أساس السبي مركة قوله وارنتا مركة حسنة عدالة مركة يهي كما قد تهي قلت عدالة قفك لا أباهن عدالة قفك سا أباهن قفك نوي أباهن يهي برشيد أباهن تهي أبيك شخصيا إلان حقوق هذا أن لو متعدين أما كرامة هذا أهل التهران أما حقوق على هذا إنا نقول لا فين أما واه سومالي واي أما كاركاس واي أما دين تاس واي إنا نحسو لا فين قفك استيكا مقام طاي تانا باد بمشي أد كل حجزتو إن أد قفك رسبك تدكو أهتو حكمتها عداد مشي احترام كاردا داك هداد احترام تأدنا الاحترام هداد كار عين أدنا لو عايمي صادتك أولا بقم طاي صادتك أولا بقم طاي مركا هداد بمشي لا يكا مقام طاي مركا وحيالا أولا وين وبمشي كستأي كل سنان كرتو أي ستيبل كوه كرتو أما كهرما كرتو واسيد أي عدالة أو رقمتو أما عدالة ذكرى أو رقمتو وارد وحيلا أن سوق لي ذكي كومنتس كنا سوقرة وقبل كان أن ما أنت كهر لنا علي حسين جو هذا ماذا إسكندنافيان كوي عليا وعلى غرة عدالة أنا يفشو ذكى أود دك أنت وجرت أود دولي جاء هذك أنت وجرت عبد القادر علي محمد أوريه لنا الدقن وحوليه عدالة وحلق الربع هو جانك أما حق صورك إيو أنت كم رقعتك أقل قدوني هذه أي أركان عدالة دره إنه كبر ديان وياه
دول مرهنا أي جرب استعرض سوى عدالة أهلا وابنه هو اللي سكوا أيه من بكم هذا عبد القادر عدالة الرضا عبد المان قبل شيء يقول ليه عبد الولي نور اللي يراه ده صوت أفريقيا كسر كوريا يقول ليه عدالة وقف شقة أما حاول أقبلنا يا أمة إنه يقتو سسمانة أولادك أن كلا سوين أما كلا سرسين وحنا لغا قرابة يابو كله قف قصته أو كله الدنيا ولسه درسته أما اللي غفره عدالة ضرر أي أتصور أن كسر كوري هذا الكيس عبد الرحمن شق عبد الله أجوه سنة ودنك صوت سودان وحل عدالة يا سلام وحل غربا قف كمسوك وبالشدة من عدالة فرو وحل سكر أحسن هذا تذكر كم أنت بحيث أن قف كأيوه دهية من عدالة فرو سي حرق أي مد أغنى راته فكر كذا الرأي يقول أي حرق واحد لار أي عدالة الربا يقول لي وقدم بيستي أنا قلت كلا سلطور الدونة مر بقار سوق عالم دونة عبد أفضل يروح الله يهي وبرنامج ونفسه مرتلاك عدالة قيحد أمباحنا ويوحى قيحد أمباحنا يا فلنايا يا اللي بفلنايا محل لي فلنايا مرتقونا هذه كلها أبوان حسين شيخ أحمد كدري الله أم حرستا يا أهيد قان أما الدين وحي ربطاه من شيخته من اللي بشيخته شاهد مركفرة يا شيخ حكمية يا وحيري شاكا ما ترفلية مركا وحي كلها يا وعملت عبد عثمان محمد خيرة مرايا برمجة مكسو قرى وحي عدالة وسنان حقوق ده يا عقاب لا 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 انجز من حال وانا لك من جعلي سنين يضا الله مرا يسو اسكمد اوسمن وحق ايه وقت عدالة مكان اما يسو مرايا نبتا بلس مكان فير ملحان فير انا سيستيم كدولة مدحدة هي محكمة لها وهم وعمرها لغبهاي إلى الله تصالوا إلى بشر أي حكم كنتي إن كل نقبان إن مدى السنان أو حق صوران وقر لك عدالة سواك بلا أنت عدالة وطن في تشيء اللي أديك مفتكا على غير هذا سيد ورقم تقول ما هذه خير كاي المسلمين ما هي لا حسن لنا أم سيد حسن لنا وطن أقدر هذا عدالة سنين عدل أقدم وكهرب، وأقدم وأدرت مرت، اللي يحصل لما لبحسني له، أو على الأقل جاي كيس يقل بيس وقته ما بعد على السؤال. أنت كهرب ده بقول بالله هذا. ما أنت كهرب ما نري. سمع سمع عدالة خير الله معناه أنا يعني كذا عدالة ستيسة. عدالة حتي أكل. معنا ماي. وحاليا بين أربعين بين أن سكسي وتلقي أما سكسي ولا نقم أما معناها بس ما كان وقيلنا يعني قوام فيه وقوام فيه وقوام فيه وأن كل أركان يعني حل ما الكلية يصبح قف فهم قارئ الكلام رسوا بس معنا بس كأي أحد شقي مسوا عشان يسمع قارئ كلية أنا أنا أيام قبل حين لكن سكون كلام أنت أهرت لي إلى أنا بقول أحد أنا صدق أحد أنا كمان أحد إن أي عشرة كنا قبل هاي وأنا قف قاسم سكايز من لعب قف قاسم كأي قال أنا هذيك متى برزنتيشن كحلوة كان سيرفر كأبي واد أنا ولا ما كنت أنت أنا كأب كأنا أبا هاي أبا أكو كأنا معلم كاس أنا كأب دبر جلسة دي جنرنا بوقت دكس سرنا دكس دكس سرة أردنا بسوي يروي وينات وقت هاي بعيا كان جاه مني وان قال ماي بك سندار عنا هاي تيجي مش الله سبحانه سندار عنا بوقت معلم باجر مركو إسكول كل أسبوع مركو يوميت معلم كي قبل جلسة كتر سر ونبو مركو وحشر حي أنشي سمية أردنا إن تكلم فيه رناه مركو وحشر حي أيام جلسة كده نيجي نتكلم هذا بس مركو كرسي جاس كهيرة فدنا مركو أبو قصبي هاي وجاس كاس ويجي جاس أنت كلام فيه رناه يا بركة دبت أردت سؤال معها لا ما ما لا ما كنت أبغى أفرض سؤال صارنا أنا على دبت أنا كنت أبغى بنتي جالية هذا كله قالوا بالجارة هل لي اللي إذا هذا عدد دفع سمينا سمينا ما رك قال كل حد عنده دو قاتل مستوى ما قال هذا سمي أنا قال سمي لكن ما كل أرك إنه قال معناه ما نقول لك ودماء لا ما بدك نكرم هذي اللي أرك إنه قال إنه على حتى هذي اللي مشتين سوى ولا يكتب سوى أنا كنت لك تمسي اللي هذا ساس سبوري لا لا كل واحد بدنا هذا اللي بدنا
أنت كده لعبنا يا مرك حسن هذا إحنا رجعنا هذا الإنسان بيو كدك كدك واحد كدك تا إنا نقف ملحقة قف شقارة هيجا أنت كريه هيجا مع أي أرباح وحي أن كل أرباح هنا تبع مرقاتها وحن كل أرباح وح إسكب كبرية وحقها أن كل أرباح أول شيء غشاء تكي مرقاتك أمك اللي ويديه اللي أنا غف مرح أنا يا بقى يعني إذا ما مرقات فرنة بحيل لهن ما أكل أجد هالك قارن ما أكل لهن قارن بحيل كم بقدر تقف كان لك مرباح قدرة أجد والله بزي مكتئ قلنا مرقاتك إنكر هذا على داس مركة مركة أو أي تكتب محكمة لا الله ده تكتب ما ده تكتب محكمة ده تكتب أنت يلا قبل لعبة أنا ليش هو صار صوب لعبة وحن إصلاحه. بس إنها يعرف يرينا أنا يقف كي شقارة أو إسكوميت إيه. الله إسكوسين لا. تصير هذا سوي. تصير بحوا أبيك أنا بيجي قف كي معنا أودرها أو شقارة كأها بوسكا. قف كان قف كي شقارة مسكين كان اللي بدأ معها ما كانت تانية سمنتين. أوكي. كيس كلاكن محكمة اللي هرتي أنت وأنا خبرت جل معنا. قال لي مسكين سوء هستو. حالك سوى هذا بظروف تاس حكومة سيطحي من كان بقوليه أنا ما بقى رباحين بقى مرقاتين ما لمحة وبكي شغالها كميقة كل مرقات فريان قادية وحالها ربا يدوك الديستيميشن كلا سميناي إني أهرنت سيطحي أي دمع كلا كمران هذا ما هو دمي كلام أي دا بارتان إيرا سمين كرام إلا حقيقة للأقاد هذا حقيقة للأقاد بكليه إيطاي بخصمتين وحجري سيدنا علي الإمام علي أو علي من صبا إسلام كإنه تجابيه شكل شكله كان واي أو حقوق السيفتيس أي سيفتيس يقاطي علي وتسمح كإنه سيفتيس هستو وكله بيقول سيفتيس وهذا كله بيقول سيفتيس أنا أسكله قديم نقطة أي نقطة وحالته وحكم كله ورتي وأمير المؤمنين كي لما بهم لابد سعادة الله مركانه حكم الله مركانه هل يا مرك مركاتي اللي يدعي على أبيك الله يدها سؤالي ما يدها عندي سوء إذا سوء هذا كبري شيء يا أبو سنتي بهذه أجرتا من أن كل قفا كهلا صح ولي أنا ملاي هنا مع بنك ومن كان بيقولي ما بدي أنا أسكري سوء مقر هذه كلمة قفا معنى أنا وعبي وأبيك الله هل سيبت وحيقين أنا أعلي هذا المجرم إلا حسن يحسين ربي أوكي عم كاسوي أنا حسن يحسين قفعنا هين معي بس أخصني إما هو من كان بوسكا أولي بدكا إني كبقايا كان قدير حلوية بقى إنه صن حديثا قف وانشقال في دنيا أم وحكال في دنيا أي سنجن أو هنشي وين سنجن إنه قرك هاركم بشن كأي مقاتل وفروايا مكاش كل كل دولينا قطروا وحنا بقى وعجل مخنطة حكمك سهل معها حكمك وحكم قدر دقا معها سيدي حتى مكات في إلهي مرقاتي داس دار هبسينه إنه هبسشو يعني وحي إنه هبسو سو مقر وعجل يادي قد يسمي لها وقت زمن عباس الجوة وقال حاكم وها لبنى أهل كمبرانته مركز ويلي من كان وحيد وانا إيقاد من الهبل إيقاد وانا إيقاد سليحي محكمة الله يقول مقاتل نهستها مقاتل نهستو ورسيم مكو هستها ما يمكو هستو من كي أصول دادنا من كي أحلي لي ورياه وحالا لي هذا إنه سنين كان أهل مركي آد وحالا لي هذا إيه أنت ماشي وحلا على حالة تكتيك لا برا أو صلاة دك. أوكي. صلاة ما كانت دكتو وحد سواح صن ده أنت إلى لحس ولا شيء ده كا بوكس أنت يكيد ما بتكتب. هاي. والله يمكن كسوة حسية. الحق التلاساسي يا ليه. هاي. والله إذا ميك ما كون ماشة تو وحلا ولا بقى إنه سكر وفكره مركاتي هلا وحمد مش جود ودار مسكين. عباس يا مقام كان هو يجزل مشنته قال لي بجوا او سؤال قاعده وريا منك وقت وقت بين المقيم ما حق دعوي اي وحن امنا ماشي انه صوم الجهر ماشي ماشي قدرتي انه يريس السؤال او صوم الجهر ها صوم الجهر ها ما كناش بقى بقى خلاص انت
هذي كل عدد قف قرابي إن قصاص لا صعبكم بلما قصاص شعر سافولي أو ذاك ذاك أما هنجرية أما سيرتو كل فتاة شو ما قرب هذي قف صاحب كاء أما أي كاء قصاص تقبط قف قرابي ما هو أدي ديمس أدي ديمس مين كاء يكون مرقات فرميس أصلا كل مرقات فرماش أنا سير حكم كلفني ناقت هذا مرقات لا قب سماه waxa soo gaad dumarig buu ka hadlayaa wuxuu ku leeyahay cadmaarig xirigiis waa cadaalad darro annaga hadduu barnaamijka ka daalan ka soo qaadan doona cadaalad la balaar ah waayo uu leeyahay waxa ay fikirkaygu yahay inuu xirin yahay dawladda Ethiopia ayuu leeyahay wiilkaasi muxuurki waa intaas ah wuxuu ku leeyahay wiilkan kale wuxuu ku leeyahay waa ma gabar waa qadra xareed cabdi magaceedu waa qadra xareed meel weyn jooga cadaaladda waa shayga kaliya qof kasta xaqiisa ku heli karo bay ku leeyahay xumaan iyo samaan qofka cadaalada ku qalcana waa loo baahan yahay laabo cadaalada waxaa laga rabaa inuu sameeyo qof kasta oo iskiis isu magacaabo ama la doorto ama mas-uul noqdo ama mas-uulka sare ah ayaa cadaalada laga rabaa waxa cadaalada tabayada ku leedahay qof walba oo maanta adduunka ku nool oo cadaalad buu u baahan yahay cadaaladu waxay ka bilaabanaysaa ay ku leedahay naftaada gurigaaga ilaa iyo heer maamul iyo ummadda inta ay u gudbayso ayay soconaysaa ay ku leedahay gabadhaan qatra waxay ku leedahay ilaahay baana cadaalad la falaa waana run ilaahay baa caadil ah ilaahay ka cadilsan ma jirto wuxuu ku leeyahay siyaad yare siyaad maxamed muuse la yiraahdo magacayga waxaan joogaa muqdisho waarkaan ka hadla cadaaladda cadaaladdu waa shay qaali ah ay wada bannaan yihiin dhammaan ummadda ku nool caalamka oo dhan baa wada baahan cadaaladduna waa garsooraha ugu sarreeya ee adduunka haddii cadaalad la helana waxaa meesha ka baxaya dulmi iyo wixii lamida iyo cadaalad la-aanta oo dhan waa badan yihiin commentiyada kama wada gaar marka haddii marka ay sidaas tahay sababta mar walba ay saa wax u kala cadihin sababta mar kasta cadaalad darro loo tirsanayo horta sababaha keena cadaalad darrada waxyaalo badan aan keeni kara dadkan oo comments ka sameeyo waxaa muddaa inay qof walba wax ka soo qaadatay waa ay xana loon baahnayn inaan waxdan misan fursadaha shaqada ilaa hadda waa naaqasan tahay waxaa lii sheegayay marka oo dowladda hadda soomaaliya u dhisan wasiirada iyo agaasimayaasha iyo dadka xafiiskaas maaafiyo baan xitaa maaqaano laakin dad badan oo dabad jooga wakaas u dhahan sidii waalii hore ay wasiirka reerkiina halkuu joogo wala maxaa fadbanfaaf iyo waxaas aadii mushunta wasiirka cabdi daaday in wasiir wasaarada aad haysato inaad qabiilka u haydid shaqooyinkan dowladda adduunya oo dhan jigoonkaas mas-uuliyaadka oo la qabanayo looguma qabto sideeda capacity qofka uu leeyahay iyo aqoontiisa iyo kafaa'adiisa ku qabtaa laakiin hadii aan reer hebel ahaan la iigu keeno
شكرا أنك بنا هنا حتى هذا أقوم به أيوة قالوا دانتو إن بيل أم ما بيل وعرفته إن سمت حتى لقب سموي بتحكي ما مرة كان حب الحب أم ما كان نبا سو ما قدر أنا قلت دفاعي بس لا بقى يقلع أبين أنا بقى وزير كورفا فينتا ما بقى هو أنا وزير بس هو حقيقته جد ديسكريبشن كأنا شكرا وزير بس أولاد هذا جورناليست سو أهجرت واتقا أنا وزير كورفا فينتا واتقا معني كيف مقصو أهدي وزاد وحضر شيء حلا في ذلك كان هذا البروفيسور لب جرعي هاي وزارة بجدال تعليم تسرق واكسا إيه كان بخطر بروفيشن هذا سالية معنى خوف تكنيقراتيكا وانا أبيوس هذا ويسا ميلا ما استري بك 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 مقصو سياسة طبعا أو أرميز السياسة وحرم رام هما أهاتو لكن ما أنت داي أو يوكي يلا فوق إما ما بسنته إلا هذا ما أركن دولة سوماليات أو تيري ستاك دلاتو كجيا بحنا بحنا وزارة كستا قف بروفيشن كيلو يا قاعدة وقاشان بدي نفس ميتين دي أكيني ويجيك أغنى بدها كيني سنين بوليس كأما أسكونت بسوحة سوى مقرب أما وفرافيتي كيني سقف ميديها خبر دار صورها أما عفماتك جيني سيد معناها أما خف دمره نختار سوى أهد أما نختار وين إلا عفماتك بلا ومشوف ماشي كجرح سنتها هويك عروت تجرم انت حنا بعض وزير وزير عفنا وكو في عنده انت وزير عفنا بيها حقها حتى بطل بطل ما هي 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 لكن مين هي كر قدر لا يا حنان وكور قدب وحيا وامن الملا ترى معنا هي في عنده وقت ما ماشي ادينا كافي دفيري ده كان طريقه أبردوا كراسة كداي وأغنية أو أداء حسوس بالفيسر وحالة كيني أكوني ميستاها والله أغدا ما يبقيه وإكدا بيضاها أيه صام غرب أيه ماري ألدي ألدي جري ماري مانتي أيه ما جيم جيم كده الوحي على الحاجة اللي ما يكو حيارا أو سوبر ماري اللي يبعنا أيه ماري يعني سوبر ماري حلو باش جيم جيبك حسن وكو حلو مشاكل كي لك عليها أولا حسن حسن بفيسكي جيل 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 أكون جرا تريان يغدني كلا لو عملنا لا يلا ده مدي بشي مشون تا ما قال ما جرى مشون تا حتى بيت وحياه ده صوت عبت ودم ده ما قال يستبد ما ماري مانت سوبر ماري ولا بحش محسو بك اوكي محسن بيه او صوم خط معناها ما محل واحد ما طف تخصص كلا او تبنقراتك هو تمشي سيل تبنقرات يعني معنى مش تقول ما يوسف عليه السلام بك حكم يقول إني حفيد عليهم حفيدنا واعي أو وحواء صحة حرمها حرمها ضيع معيان أقوم أقوله ها صح وحوه القرآن كان أخرين من أجي ما تقدر تدرس قرآن أنت قرآن أنا هداه هداه القرآن ها إن هذا القرآن يهدى للتي تقول في أنا هم كبار أبو شنكا وهنا صدق لك هذا في سنة وبعد خلاص القرآن كي لقب بس هذا بس واضح waxa yaradan ku daray aan xasan iyo deero oo jooga angola wuxuu ku leeyahay caasimada luanda oo jooga marka cadaalad laga hadlo waa shay weyn oo muhiimsan ee bini aadamka u dhaqan galiyo wuxuu ku leeyahay loo baahan yahay weeye cadaalada qof kasta waxa laga rabaa inuu cadaalad falo haduu doonayo in cadaalad loo falo waajib ajib ya suleyman ahmed xasan oo jooga hargeysa wuxuu leeyahay cadaalada waxa ay suqtaa nolosha taasoo suurto gelisa nabad horumar midnimo iyo wada noolaansho uu leeyahay suleyman daawid maxamed gaaxmiig wuxuu u joogaa magaalada beerana cadaaladdu waa qofka inuu helo xurmeenis oo dhameystiran iyo dhammaan dhinacyada nolosha uu ku nool yahay oo ay ka hor imaanayeen shuruucda iyo qawaaniinta ay ku heshiiyeen ummadda uu la nool yahay macnaha inay ku adiga cadaalad ma raadin kartid haddii sharciga waddankaaga u dagsa aad ku xadgudubto kabaraas ma raadin cadaalad ma raadin kartid oo adiga xadgudubta marka dadkana commentary oo dadan ka sii gaaray waa sii wada doonaa aniga ku dhacay cadaalada waxaan ma wadamo oo waxa waxaan ku sameeyay suu ahaan inay dad kristiyaan ahaayeen wadamaha reer galbeedka hadda aan joog cadaalad waa qadiyad oo xunta qadiyad waxa waa macnaha hadii loo arko aanu adiga mas'uuliyad haya xilkaaga weeye okay waxaan ilmaha waxyaabaha oo aan la yaabo waxaa kamid a wasiir aad u hanweynaa oo aadna leyga hanweynaa aqoonna u lahaa afaaraha bulshada wasiirka indhahala waqtigii lebek imaan jirmaya soo ada lumay
هذا حسوم جيك أنا بدها ما قولها على كل حمل يسأل هذا قصد معها حاس كيسة جبر أو ن تايوان هذا أنا ملينا وده ما سو جانا كتبت فرست تراك اللي سبي أو سن بالكي أرجي وحنا قرام هذه فرست تراك وحنا وصل هالمرة ماي ذكر ما تقنع صفقة كنت هذه صفقة إيه نقطة إما راسه هالمرة لحاجة بحنة أو حاجة بدا بس بركة بدا كرتة أما شو والغيكة بدا كرتة لحاجة كرتة هم زنبر وفشار لكن عندي مرار على قادة عندي مرار على قادة مع أبو حسن ساكي أما لي اللي عادي هاي وذاك يسوي ما أنت هذا وينس وزير كيف يعنى أو أجعله أو هل ما بده أو بلا تبغى يحضر كقدمي شو هذا كتب على غيري بس حاس كيس على حسن مدري سوما كان فرست تراك أو اسم بعد دربي واحد بس ميسان أي أتسي أنت قرطة لوس لودمي كبدي شرط لا حاس كده ما وزير حاس كده ما وزير كه لا كم هرب ما كره سوما كان هاي هو أهل معروف جابوا وزير تون كواي خاسو كواي خاسو كواي وهذا كان بحبا أصلا ما يسعى سلام سؤال ما يسعى زيد ولا سيستم كاساس لازم كاساس اسو ديجي سو مغرب اريا اساس ما بده ما يركا او دال يركا اسكو يا كربت سيم كسم كلا براي ابو قرا هاي فرق يا دار دي بده بعد انت هو كل هاي هذا دم شفت هو بنا شفت كل هو هذا راه ما صار ما كان مين كان يحيى بعد هذا مسمين ست دهي بعد ما سمين ها ورجاء مسبوير وياه. وين بعدك؟ أنت أبتسى بس كوكا. بعدك؟ أنت شفني غير أنا. ما أبغى أحب. ما أبغى. ما أبغى. ما أبغى. إسقيك. أنا بنش ما هذا كده قبيلة أو سادة. أنا كده مش هيك. مش هيك أنا. ها أنا بقول أنا يا مسلم بكاس أنا بدينا. بحكي على ده. هو أنا لما كان ربك كمل. هاي. إن ورا فرق وترس ما أنت أنا كلا بنت صدر الله شر الله نقيم حلف يمر مرة أبسلوب ولا 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 واحد هذا ما سمع واحد سستعل من المد كل هب عن دلنا هب عن دلنا كل شيء غير معنى هي إسلام ما ين إلى أم معلم أو معنى ما أنا سمع على أنك ما أنا سمع ما أي اللي غني الدين تي لكن كيف بس وإلى أي كلية إن أي أهلنا معنى هب الجد إن هنين هنين أو وعيه أو زنتي وأنا رفيع أنا أنا بحلاه بس كسوت هاي أوقات، بكسوه مسلم فيري، وبشوين كان كسوه إسلام، أنا ودي في عين، أنا ما نخاف عليه. أكار أنا أفكار على الجوابي، أنا لما جاي عند جناه، وها كل المساجد السلفية على هذا، مسجد كاس، وها هذا يشتي أو سما يشتي، ذاك الشو إسلامي، وبدل العذاب. أكسر. كده ممكن المساجد دي كلام من ده ما كان، وهذا هو قنصله. أقدر. مسجد كاس اي ما بشه دتك جوه ها ودك سمس روح اسم الجيش قرار هي قبل المسلمين راسان بكس مدام الشو اسلامين ها ودك ما انفع برنت ثم كي مسلمين تو سو جوج ثاني اياها ما عليه البرج دعوينا بس كنت علينا يا حتى رسالات متكتو مسلمين برنت صلاة متكتو ما عدا عدا قريب بك انا انا ما عرفت انا ما عارف ما عارف اللي يرد ما عارف مسلمين انا سو حليم عائشه مريم اللي بعد ما ترى بدأتوا يرك ما خلاه ما حد حجوا اللي معها وحكوت البيسينيين إن اسم بن شيدن إن اسم معها عدد ده الدين وكده أبو حسوا أنا صوت أنا بدأت فرع كنت ربيشين كانوا فوق بصرع يعني ها فوق بصرع وارد أنا قبل ما يجي أنا كل عبد محب أنتو حبنتو حبنتو مسكبة هما كنا نفهمه إن المقدر لي أنا مقدر أفكر أفكر الله تعالى أنا بهم ها ها وإحنا إذا هذا ما بدر إنه بتوسيو طبعا سمت حسن مركب فرين باجر عبد المالب عندهم وطلبات كيموري
عن سيارة الدول وقت السوداري فرنتا سوى قراءة هيد أنا إيشو قارت عبد المالك نتوس وقتمت عبد المالك روح عطشنا يا فرنتا سوى أنا إذا عطشنا وكل سدى هيد بقى قلت لنا يعني وإحنا كنا نكلم إن عن جارسية بدوينا الصومالية الواحد أمير ما ولا عليه يوم ما شو دينا هالشغلة إيه أنت على ذي ولا أنا سأنا الصومالي أما أنا الصومالي أهين ما دام هذا كيس كي عبد المالك وكيس وين مقبل بعطى هذا عقود هذا نع قدر يكون عقود صحفين تقدر هذا أي كب كل ده ركسيهين فرنت عبد المالك بتقول يقول مرك ورس أهل هذا بنو عفمات قبض سفي أنا ولا إلى نقمة تاسو فرنت أهل الموضوع مهم سلام الله جرى أهل المسك أهم بقول أهل بنو عفمات قبض إلا وين هلا بتوان هلا غير كي يقولوا يسوع بقدر سوينا أحسن يا الله إلى نقمة الحمد لله الشكر لله عبد المالك روح ويجري حكم كيف يحكم دعيب ويجري أنا يبغى يقول مرك هرا مع حرق الجوا هرت حرق للديارية تعرف أنت أنا لهم أنت أنا عبد المالك فرنت كهرين أنا أعمل أه لا بعد يوسف جوجيني تقفوا برا وعم بيت وشيء من جران هيا لا رئيس بقص يهر أنت الحكم قصوا كلين عبد المالك أنت اللي حكم من لا رئيس بقهر بعد واحد سي لا يصير شيء غير الحكم كيس ولا رسالة نقدون الله أكبر أنا أقول لا يا بعد أصير نقول إذا تقفوا مني بعد بعد يصير لك هذا اللي غير اللي قدرني هي إنك الأصير بيصير هذا أنا اسمه الدين يا الحكم لا رئيس أنا اللي حكم عبد المالك فرنت ويسوع خرم كل حكم إذا لا رئيس أنا اللي حكم ما هو حق يا واحد على انت بقى سببت روحتها وهي سي دياري وديار رايحه وعكر عبد المالك ليه حرق انت عن ما انت محكمه دهره ولا اي كان وحا محكمه دوله سمالنتاس قرامه اي سو هرجه و دوله مالنتاس ان محكمه لو دمهيو ومالنتاس لو سو افجر وهو وحي كو سي داه داهان بمين الاولين وحي اسك ديار سدون اي هي ميش المحكمه ان دال سو تاغ سبك متاع ان ليره أو لا محكمة ذي أم بي ربين ما قاعد أبي كربين بيه. يا ترى مرك محكمة اللي صوت على قرامة ذي يدورون كل دوامين محكمة دمارين قراكم دمار يسوع كيس كان كير الدفاع وين بدي ستان تحس أور مال مر قاعدة تحس سطح مال مر كقاعدة تغير. يا ترى الحكم كمرك ولا أي حلا الحكم كوحة وحكة أو الحكم مرك لا يغير إلا ده بدل غير سماع أنا أيا تبقى فرطة. dad weyn oo madax ah dad weyn oo ganacsata ayaa tagay meelo ariga kala ayaa tagay war ka soo wariyay sababta ariga la ay target saday waxa sabab looga dhigay saddex ajaladood oo saddexdaba iyo sawirro laakiin saddex ajaladood baragu iyo saddex video muqaala muqaal wuxuu ahaa buu yiri muqaal markii kow aan tagay aan soo tabinayay oo daljirka daahsoon aan taaganahay ayuu muqaal ahaa buu muqaal kale baad wuxuu ahaa buu yiri riwaayad ariga iyo wiil saaxiibkeeda asiga ciyaar isaga dhigmo la jilaayo riwaayad la jilaayo hadoon leena ha hadda sidii la dooranayo in wax uu doornayo hataan wax doornayo farmaajo la dooranayo ayay ehedoor riwaayad bayna ahay xitaa wax weyn ma ahayn muqaalka saddexaadna waxa ahayd cooperation key ama tabintii doorashooyinka ay id kastaba ay soo tabis saddexdaas ayay ehedoor dad fara badan oo Cabdi Malik iyo qoyskiisa iyo dad kale oo taageerayaashisa kamid ahaa dhalla waxay iyaguna aaminsan xirigiisu inaanu ahayn xirig xaq ah oo xalaal ah waxaana codsanayaan in la soo daayo annaga maamulka Soomaaliland dawladda Soomaaliland waxaanu ka codsanaynaa in aniga ku hadlayo waay ma aha magaca TV ku hadli maayo laakiin waxaan ku hadlayaa magaca suxufiinta Soomaaliyeed aan ku hadlayaa waxaan ku hadlayaa magaca gabdhaha suxufiinta ah oo meenada Cabdi Malik kalamada waxaan ku hadlayaa magaca Somali speaking been ama naadiga been oo suxufiyiinta iyo kuwa ku kulansan yihiin oo gudoomiye ku xidankoodii ahad waxaan dawladda Soomaaliland ka codsanaynaa inay Cabdi Malik xorriyadiisa u soo celiyaan ama ay xukun ku celiyaan oo markan si cadaalad ah maxkamad u saaraan hadaan dambi lahayn wixii hore wax la dambeeray ahayna kaga garbaxaan sidaana ku raali gareeyaan waxaan laakiin xusuusinayaa dhammaan dadka u doodaya Cabdi Malik Cabdi Malik kaliya ma xirna ogaada xaq darada meel walba ay jirtaa يا ما والبا أي حق ده اللي جرتها ما غالبا مقدشة بالوحى كحيران آه محكمة من الله صوص هارين سيدة حانتو تهانا هل هيئات وحيران هل هيئات ايه وحيران عبد الله موسى كالقع على أسنى وريع أنا مقدشة كحيران ما الله صوص هارين وح محكمة أكتس من الله كيران عبد الله محكمة على الله كيران مركو له حيران محيطة عبد الله موسى كالقع على المحكمة لما كيران وعكرا أو إساقنا إلا قرب استعبوا باهن باقى
gobolka bartamaha oo ma aha dhalinyarada yare macal dadkeenii hore ee waaweynaa xataa fanaaniintu xilka saaran yahay maxaa yeele wuxuu ahaa in dhexdeeda ninka soo daaya isaga iyo allaa naxariistay cabdulla nuuruddiin iyo allaa naxariistay axmed xasocelka saddexooda ay dhahyada soo dayn jiray riwaayadaha la dhigaayo wuxuu ahaa xiriiriyihii riwaayadaha ee national theatrku ka mid ahaa ka iyoiyonuuruddiinba kala mid ahaa oo dad badan ay xasuustaan labaatan sannadood ayuu ku xukun yahay boqorka bartamaha labaatan sannadood itoobiyana u xiran yahay xitaa gacan soomaaliyeed uma xira gacan waddan annaga garow naga haysto ayuu u xiran yahay waxaana lagu xukumay oo lagu jahadgareeyay sharciga la dagaalanka argagixisada dacwadihiis loo doodo oo loo ururiyo lacag oo qareenna loo qabto oo dowlad haddayna maanaanta laga daba tago u baahan yahay bal gabrawaaka maalala madaxa dhexeeda quslaaye durinta wala isku rab ma rabo inaa qadka ka baxo laakiin itoobiya safaarada leedahay waa waddan dariskeenna ah waana la xiriiri kara waa la weydiin kara waana loo weydiinin marka waxaad ogaanaysaan xariga cabdimaarar cawdoon iyagoo halkiini ka sii wadaya waa dadka dadka laga gardaraya ama lahay xaqdarro inu ku xiran yihiin aaminsan ee wariyayaasha u doodayo dooda hala ballaariyo cabdimaaradna waa xiran yahay xaqdarradaasuna ku xiran yahay ma fahamtay anigu dowladda ma hoos imaado oo adiga madax banaanaan oo tvgan ka shaqeeya tayni fikirkaygii maba aha iminka waa fikirka guud ee la qabo iyo kan reerkiisu qabaan iyo kan isagu qabo iyo kan dadka u doodayo dhan ay qabaan baa codkooda ku hadlaya maadaama aan access u haysto midihi ila in loo doodo ayagana ee meel lagu hubsado cabdullaahi muuse kalgacal oo bil xiran aan maxkamad lasoo taagin iyo boqorka bartamaha labaatan sannadood asna la xiray bilaa racfaan in racfaan u qaadan aanay joon iyo cid isku soo qaadan aad iyo aad aa umahadsantihiin xasan maadaama waxaan fariintoos tan iyo kulan dambe daawadayaal barnaamijkeenii kumaa tahay oon maanta kaga hadlayna cadaalada iyo waxa cadaaladu tahay intaas aan kusoo gabagabaynayna sidaa inoogu soo dira fariimaha intaanu ka gaarno fariimaha maanta aan ka tagay toddobaadka dambe ayaan ka horumarin doonaa barnaamijka kale inta aanaan soo dayn hadii alla yiraahdo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigaa xasan buuxaan leenahay nabadgelyo.